حكمه بالعاده بالبقلاوه. هذا ورق الكولاج. في البداية شيف عزيز عطاني مهمة تقطيع عجينة الكولاج، قمت أقصصها على الحجم المطلوب. طبعا بسوي البقلاوة بطريقة جدا خفيفة تحتوي على القليل من الزبدة، فقط الزبدة اللي بتحمر لي الورق عشان أدخله للفرن، عشان نحصل على اللون المناسب، عشان نحصل على اللون المناسب. وبسويه طبعا بنجمتين الطبق اللي هما المانجا بسوي فيها مربى، والجبنة اللي هي البلو تشيز أو الجبنة الزرقاء اللي كثير مننا ما يحب نكهتها، هو معفنة تعفين، يعني البكتيريا اللي فيها بكتيريا نافعة للجسم، فيفضل أنه الواحد يأكلها من فترة لفترة، ولكن ريحتها القوية وطعمها القوي تنفر الناس منها بعض الحين. بس بإذن الله بعد نهاية هذه الحلقة يمكن الناس يبدون يحبون هذا. شنو اللي خلاك تستخدم البلو تشيز؟ البلو تشيز مو بالعادة شائع إنه يدخل في الحلويات، دائما نستخدم الكريم تشيز، الماسكربون، يعني أنواع جدا كثيرة من التشيز، إلا هذا دائما مسكين مسحوب عليه، فقلت اليوم ليش ما نعطيه وجه ونسوي طبق منه. فكرة حلوة؟ حلوة ليش لا؟ أيوة. أنا ببدأ أول شيء بسوي البيستري كريم، أو زي ما نسميه شائع على الكاستر، باستخدام البلو تشيز. مكونات بيستري كريم: الحليب والكريمة والنشا والسكر والبيض، وآخر شيء الزبدة والنكهة اللي إحنا بنضيفها اللي هي الجبنة الزرقاء. أباخذ كل الأغراض على النار وأنت بتساعديني بقصقصة الورق الكولاج. السايز مالهم تبيهم تقريبا شذي؟ زي قطعة الملفية اللي دائما بالعادة تيجي تقريبا 3 × 11. فتقصقصينا وبعدين نعطيها وجه، يعني ملفيه البقلاوة، ملفيه البقلاوة، وبعدين بالزبدة ناخذ ونعطيها وجه وندخلها الفرن. وذات ست سو سيمبل. طبعا فقط الشيء الوحيد اللي لازم ننتبه له واحنا نتعامل مع هذه الورقة انها ما تقعد في الهواء طلق فترة طويلة، على طول بسرعة. بالضبط، على طول نقصقص ندهن ندخل الفرن. طبعا الحين باخذ الاغراض واسوي البيستري كريم بالبلو تشيز. اللي يعجبني في شيف عزيز انه يدور نكهات يقدر يعربها، يعني تكون أوروبية ويقدر يعربها، وليش لا؟ والله احنا شوفي الحل الان بصفه عامه حالي جدا في الكثير من السكر، الحليب، الكريمه، فدائما احب اني اكسر قوه او حده الحلاوه يا بملح يا بحموضه مثل اللي بناخذه هذه المره من البلو تشيز. طبعا الحين انا اخذت الكريمه والحليب واحطها على النار، بعد كذا نخلط المكونات الجافه اللي هي السكر ونشا الذره مع البيض. وشلون على العجينة شيف؟ يعني هل هي صعبة نتصيعها بدنا نسويها في المنزل، ولا سهلة نقدر نسويها في البيت؟ لها طريقة، احتمال أسويها بالحلقات القادمة إذا أمدان إن شاء الله. ايه؟ ولكن يعني هي من الأشياء الحساسة جدا بالصنع، فيفضل أنه دائما نستخدمها أو نشتريها جاهزة أريح لنا، لأن الصنع يبغى له تكنيك جدا عالي وشوية أفران وشوية أمور زايدة. أقول لك جدا رقيقة وتتفتت بسرعة. جدا جدا، عشان كذا يبغى لها أجهزة خاصة لصنعها، فشوية صعبة بالمنزل. بس نشوف إذا لحقنا رمضان هذا أو رمضان الجاي إن الله أحيانا نسويها سوا. الآن نسوي عملية التيمبرينج اللي هي إننا ما نصدم البيض بالحرارة العالية، فننزل تدريجي بالكريمة عشان لا تستوي معانا وتصير سكرامبلد إيك. فنجي ننزل بالكريمة قبل لا توصل درجة حرارة 40-50، وننزل بشويش جدا عشان نذوب كل الحليب أو كل النشا وكل السكر، ونخلطه بشكل جدا جميل في الحليب والكريمة، وبعد كذا نرجعهم على النار لين يصلون درجة حرارة 82. ليش 82؟ تعرفين الجواب شيف؟ عشان ما يستوي عندي البيض. Exactly. لأنه أكثر من 82 بيستوي معانا البيض، وأقل من 82 ما راح تشد معانا نشا الذرة، وبنفس الوقت ما راح يتبستر البيض. طبعا الحين تقريبا درجة حرارته 60، هذا الوقت اللي نضيف فيه البلو تشيز اللي هو سر هذا الطبق. طبعا الحرارة اللي في الحليب بتذوب لي البلو تشيز، ولا راح أحتاج هاند بلندر أو شيء، فقط نحرك ونستمر بالتحريك لين يوصل درجة حرارة 82، نشيله من على النار، نحط الزبدة ونحطه في الثلاجة. شوف هذا كفاية صينية واحدة. بالضبط هذا اللي نبغاه، وندهنها بالزبدة وجهه قفا، وبعد كذا نغطيها بورق زبدة آخر عشان نحافظ على شكله ستريت قد ما نقدر. الحين أنا قاعد أشتغل في هذه أشم ريحة ورد. ورد؟ إيه، عندك ورد في السالفة؟ بالضبط. أنا طالما أنه مسوين حلا تقريبا شامي، في عند أهل الشام عندهم مشروب جدا جميل اللي هو القهوة البيضاء، فالعادة نشربه مع الحلا أو بعد العشاء، اللي هو مكوناته جدا سهلة. بخليك بعد شوي برضو تعاونيني ونسوي سوا. أنا عادة وايد أحب ماي الورد وماي الزهر وماي الزعفران، والخطوة الثانية اللي قاعدة أسويها هي القهوة البيضاء. يلا هذا التشيز عندنا، شوفوا كيف ثقال مرة،
هذا الوقت اللي أنا أحط فيه الزبدة، وحرارة الخليط عندنا هي اللي بتخلي لنا الزبدة تتجانس مع باقي الخليط. الحين أحطه في الثلاجة واستناه يبرد قبل الاستخدام. شيف عزيز عندي لك سؤال الحين. يس تفضلي. أنا صار عندي ترمينجز وايد من العجينة حالياً. فشنو نقدر نستخدمها هاي الزوائد؟ نقدر نستخدمها استخدامات كثيرة، نقدر نقليها أو نقدر نحطها بالفرن ونستخدمها بسلطات. بالعادة إحنا نستخدمها مثل الفتوش وما إلى ذلك، لأن هي بالأخير عجينة فنقدر نضبطها بهذه الأشياء. الحين بسكر عليه بالبلاستيك وبحطه بالثلاجة. شيف عزيز أنا خلصت من هاي. حلو. أحط عليها ورق الزبدة؟ أي حط عليها ورق الزبدة يفضل، عشان قد ما نقدر نعطيها وزن، لأنه الورق الكلات جدا حساس، إذا دخلناه الفرن بدون ما نغطيه بيعطينا أشكال غريبة شوي. نبيها سيدة. نبغاها حلوة. سيدة قد ما نقدر نحاول نطبق حركة أو شكل الملفه. أيوة. حين جاهز إنه يدخل الفرن. وشلون حرارة الفرن شيف؟ تقريبا 160 وجدا رقيق، ووقته قصير تقريبا ماكسيموم 8 دقائق وبيصير عندنا ورق الكولاج حاضر أو جاهز. يعني مو بس بسيط وسريع جدا مرة. الآن بنسوي القهوة البيضة، وهي من المشروبات اللي جدا شهيرة، يشربونها تقريبا بعد الوجبات الرئيسية، وإحنا الحين بنسويها مع الحلا حقنا، طالما أنه حلانا شوية عربي ريحتها أقوى شيء. وش هذه؟ ماي ورد. ماي ورد. المكونات جدا سهلة، عندنا مويه وعندنا سكر وعندنا مويه ورد، وانا باخذ المانجا وبسوي احلى جام هناك، او نقدر نقول له مربى. هذا عصير المانجا، وهذه قطع المانجا، وهذا السكر والبكتين وملح الليمون. البكتين هو نوع من انواع خلينا نقول الجيلاتين او الروابط الغير حيوانيه، مع السيتريك اسيد اللي هو الملح ليمون يعطينا قوام المربى اكثر. اعطيني 5 دقائق ويرجع لك باحلى مربى مانجا، وانا اطلع لك باحلى قهوه بيضاء. طبعا بالنسبه للمربى اضفنا قطع المانجا مع عصير المانجا على النار. الان نشغل عليه النار على حراره جدا منخفضه، يسمونها عيون نمل، ونستمر بالتحريك تقريبا ابو 5 دقائق إلى 10 دقائق. فالآن نحركه شوي، وبعد كذا أضفنا السكر المخلوط مسبقا مع البكتين مع التحريك المستمر عشان لا يكون لنا لمس. وشاف شلون العجينة هني؟ العجينة باقي لها 5 دقائق، باقي لها 3 دقائق وعلى طول نشيلها من الفرن. طبعا في معلومة مرة مهمة، اللي هي البكتين ما نقدر نشغله، أو البنزين حقه هو السيتريك أسيد أو ملح الليمون. فهذا ملح الليمون صحيح أنه 2 جرام، ولكن بدونه ما راح يتكون عندنا المربى. وآخر شيء أضفنا ملح الليمون 30 ثانية ويصير مربى جاهز. وبرضه أحطه في قالب وأحطه في الثلاجة، وبعد ساعة أقدر أستخدم أحلى مربى. وهني ماي الورد أوردي استوى عندي. مجرد ماي الورد ما تغلي غليتين خلاص تكون خلصت. فالمكون جدا سهل. أخليه على النار يتم دافي. جميل جدا. طيب الحين فقط نحطه، ويفضل أننا نغطيه وعلى طول بالثلاجة. صار عندنا كل الأشياء حقتنا جاهزة، وبس نستنى ورق الكولاج أو البقلاوة تكون حاضرة ونقدر. طبعا كل ما تم المربى في الثلاجة يمسك لنا أكثر. بالضبط، عشان كذا أنا بحطه في الثلاجة، ويصير عندنا كل شيء حاضر أو جاهز، باقي لنا فقط ورق الكولاج. أنا ما بتحرك من هني. ريحة حلوة صح؟ أتبخر بالورد. بس شفت كيف قديش هو سهل؟ سكر وماء ورد والموية. بالضبط شاي الزعفران. اللي يغلي غلية وخلاص صار عندنا حاضر. ريحة المانجو مع ماء الورد، وكلش ما قاعدة أشم ريحة البلو تشيز. يلا نشيك على العجينة. أتوقع أنها خلصت لأنها صار لها أكثر من 8 دقائق. أشوف بايبينج باج، هاي حق التقديم شف؟ بالضبط حق التقديم، نقدر على طول نبلش بالتقديم. المدهون بالزبدة، الزبدة تساعد جدا على التحمير، فأتوقع أنها جاهزة، فقط نستخدم الجلوفز عشان لا ننحرق. الله نفكي نشوف. هذا هو المطلوب، تقريبا قطع البقلاوة أو قطع ورق الكولاج اللي على شكل الملفيه، ونقدر نرتبها على طول بالبايبينج باك. بروح أجيب باقي الأغراض من الثلاجة ونبدأ على طول بليتينج. هذا كل شيء عندنا،
نحتاجه اليوم. عند المربى لو تشوفين كيف قوامه على طول شد بعد بس ساعة واحدة بفعل البكتين. شوف كيف القوام. أوه، أوكي. بيرفكتو. هذا القوام اللي احنا نبغاه. نحركه شوي قبل لا نحطه في البايبينج باك. وعندي هنا برضو البلو تشيز. تقريبا صار له ساعة ونص. ونشوف كيف قوامه مرة شاد. وهذا هو القوام حق الكاستر. طبعا نلاحظ انه لونه قلب ازرق شوي. وفي نقط البلو تشيز موجودة في الكاستر حقه. الان فقط جاهزين للبليتنج. ممتاز. سوبر ايزي. الحين عندنا هذه لو تحطينه تساعديني ولا خلينا ناخذ اوكي بالضبط. بجيب ملعقه ونحط الكاسترد هوني. شكرا جزيلا. كيف موضوع المانجا؟ ريحه المانجو تحسين الكومبينيشن بيمشي بلو تشيز ومانجا؟ انا البلو تشيز لحد الحين صراحه ما قاعده اشم، وهاي شيء صراحة زين لأن البلو تشيز عادة ريحته وايد قوية تطغي على المكان كامل. فإذا شاف عزيز بيتم على هاي الوضع والجبنة الزرقاء ما بتبين عندنا ريحتها، فهاي بالذات نجاح. ريحته مو بكثير طاغية لأنه غطيناه بالكريمة وبالبيض وبالسكر وبالحليب. بس ترى هاي شيء زين لأن البلو تشيز عادة ريحته قوية. ريحته قوية وتسبب تقريبا ينفر الناس منه. بس انه انا احس الورد والمانجو طاغيه اكثر من البلو تشيز لان فاكهيه اكثر. ولو تلاحظين انه المانجا ما خلطنا فيه الا عصير مانجا، فصار مانجا في مانجا عكس الحبيب هنا بلو تشيز. حطينا معه مكونات شوي خلته شويه بس انا بشمه اذا قربتي اتوقع بتشم الريح. كيف القوام؟ مو باين مره؟ بلا باين. بس لازم تقربين. أحسه بيضبط إن شاء الله. لم يسبق لي أن أكلت البلو تشيز بأي طبق سواء مالح أو حلو. اللهم أكله كقطع زي ما هي مع قطع الشيدر مع الأنواع الأخرى من المكسرات والفواكه. بس اليوم أنا أعتبره تهور، وأتوقع أنه تهور محمود بحيث أنه يعطينا أفتر تيست أكثر من أنه طعم. طيب الآن نبدأ البرزنتيشن، وفقط بكل بساطة نحط شوية عشان يمسك عليه الملفي، وبعد كذا نكمل خطوط الكاسترد. هذا ملفي البقلاوة. ملفي البقلاوة. تيراميسو سعودي. ملفي البقلاوة. بالضبط. بحط خط يعني. أو أنا قلت لك دائما نحب نسعود الأشياء، وأحيانا نلعب بالحلويات اللي موجودة ونعرب عندنا. ونعرب الأشياء. بالضبط. حطيت لاين لاين. وبعد كذا نقدر نحط طبقة ثانية ونستمر لين نسوي لنا ثلاث طبقات من البقلاوة. طبعا جدا حساس، إذا ضغطنا بقوة على طول بتتكسر معانا. أنا يعجبني فيك صراحة حفاظك على الأكل والريسايكل عندك جدا جميل، تشكرين عليه صراحة. تبيني أصب القهوة البيضاء والردي؟ أيوة، في فناجيل هناك نحطها يصير كل شيء حاضر. والآن فقط خلاص حلانا تقريبا جاهز، نقدر نسوي التزيين على خفيف على جنب. وهذا عندنا الآن مربى بالنص، وبعد كذا نقدر نزينه بالورد والبلو تشيز لو تعطيني. قاعدين نسوي الطبق. شيف عزيز حط أول طبقة من عجينة الكولاج، شكلها حلو، ماخذة لون محمر جميل، وبصفة عامة الطبق شكله حلو، بس باقي نذوق. حلو المايكرو جرينز يضيف شيء. والله أخذت منك مناسب. أنا تقريبا أول مرة أستخدم المايكرو جرينز، ما بعد أستخدمه بالحلى، استخدمته أول قبل بالسلطات بالأزياء بالتزيين البسيط، ولكن أوفرول بعالم الحلويات مو بالعادة نستخدمه بكثرة. شايك نخلي الطبق أصفر مثل ما هو. يلا نصفره. حلو الواحد يدلع أطباقه. بالضبط. عاد أنتي مدرسة في تدليع الأطباق. خصوصا إذا تشتغل في البيت تبي تعطي الأهل أو أحد قريب منك. استانس سوي لهم شخص تعزه تبغاه ينبسط ويشوف طبق يدري بقديش هو غالي أو أنت هو غالي في قلبك. الطبق أتوقع أنه سهل دائما أنا أسويه بس بطرق مختلفة أو بنكهات مختلفة، فكان نفس توقعي من ورق الكولاج من البيستري كريم من المربى. اللهم هذه المرة مانجا وهذه المرة بيستري كريم البلو تشيز. فعندنا الآن أحلى تشيز بأحلى. أوه كمان هنا حطينا شوية ورد لأنه اللي بالداخل موية ورد. طبعا هذا أسهل بقلاوة بالبلو تشيز والمانجا، قدرنا نحصل عليه بطريقة جدا سهلة أتوقع وبوقت جدا قصير. الحين قدرت أتخيل أنت شنو كان في بالك، قل لي إذا صح ولا غلط. اللي هو الفرنسيين عقب الأكل يعني المين كورس أو أي شيء تحليتهم هي الجبن. بالضبط. فهل هاي الشيء
بالضبط. أنا أخذت شوية تحلية فرنسية وتحلية عربية ودمجتهم بطبق برضو نقدر نقول فرنسي وعربي بنفس الوقت. فجبنا اثنين فرنسي اثنين عربي في طبق جدا جميل. نستنى منك شوية تستات عربية. فكرة خداعة شوي. كويس إنك شفتيها. الفكرة ركبت في راسي وحسيت إن فكرة جدا مغريبة. وش ناوية عليه بكرة؟ بكرة أنا شميت الورد اليوم فمستحيل ما أسوي شيء ما في ورد. ما في ورد يعني بكرة في شيء في ورد. لازم في ورد. طبق رئيسي ولا حلا؟ طبق رئيسي. طبق رئيسي للآن ما نفسك أخذت للحلويات؟ إن شاء الله الأيام الجاية. طيب نبغى يوم من الأيام تدعي لنا حلويات شوي. الآن ما سويت ولا حلا. أكيد بسوي لك حلاوة بس هالحلاوة اللي بسويها مباشر بسويها في رمضان وما بتكون حلاوة. عادية. تكون حلاوة بحرينية على أصول. أوكي. صراحة أنا دائما أكل الحلوى البحرينية بس ما قد سويتها فبنتعلمها منك. الحلوى البحرينية قصدك؟ إيه ليش لا؟ خلاص أجل نستنى. يسمونها حلوى بحرينية وحلوى عمانية. نفس الشيء ولا في مختلف؟ تقريبا 99% 99.9% نفس الشيء. في اختلاف بسيط بقول لك إياه لما نبتدي نسويه. وخلاص بكرة على وعدنا ماي ورد. بكرة مين كورس. ولازم يكون في ماي ورد. لحين ما فكرت بس بيطلع. خلاص شكرا لك ونشوفك بكرة. نشوفك.